من الخرطوم ينضم إلينا السيد محمد علي فزاري المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ محمد. بداية، أزمة مركبة، الحدود وأزمة سد النهضة، كيف سينعكس ذلك على أفق الحل لهاتين الأزمتين؟ كل واحدة ربما تعقيداتها تؤثر على تعقيدات المسألة الأخرى. مؤكد أن الأثيوبي هي تريد خلط الأوراق. معلوم بأن ما حدث في شرق السودان هو استرداد الجيش السوداني لمناطق الفشقة، وهي مناطق سودانية 100% سودانية جغرافيا وديموغرافيا، حتى كل الاتفاقيات تنص على ذلك. أما موضوع سد النهضة، الجانب الأثيوبي هو الذي يتعنت أو يرفض الوصول إلى اتفاق، ويبادل الجانب السوداني والمصري الاتهامات، وهذا الأمر في حد ذاته هو معيق للوصول إلى اتفاق ملزم ونهائي فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة. أثيوبيا كما حدث في المرة السابقة في شهر يوليو من العام الماضي، وضعت كل من السودان ومصر أمام الأمر الواقع وبدأت في ملء السد. تريد أن تكرر الأمر نفسه، وهذه المرة تريد أن تشغل الجانبين بالعديد من القضايا والخلافات. ربما هذه المرة هنالك خلافات داخلية تريد أن تعكسها على الجانب السوداني، و تبدأ في المرحلة الثانية من ملء تشغيل سد النهضة. في تقديري ولكن الجانب الأثيوبي الأحادية، نعم أستاذ محمد، الجانب الأثيوبي يصر على حتى في المسألتين، في مسألة عملية ملء سد النهضة يقول بأنه يرفض أي محاولة للحفاظ على اتفاقيات الحصة المائية التي يراها مجحفة بحق أديس أبابا وغير عادلة، والجانب الآخر فيما يتعلق بالحدود بأنه ما ضرورة الحفاظ على معاهدات استعمارية سابقة، هناك اتفاقيات بين الخرطوم وأديس أبابا يحتكم إليها الطرفان، ما هو الرد على ذلك؟ أثيوبيا تعتمد على نظرية السيادة الإقليمية المطلقة، وهذه طبعا نظرية في القرن العشرين والتاسع عشر، وهي ليست اليوم موجودة، أي أن السد هو في منطقة أثيوبية على الدولة التي يعني لديها السد أو النهر تتحكم فيه. هذا الأمر غير صحيح وغير واقعي، لأن النيل الأزرق ونهر النيل هو نهر دولي، أي أنه يمر بثلاث دول، السودان ومصر وإثيوبيا، فبالتالي ليست هنالك دولة لها الحق المطلق في أن تنشئ سدود دون مشاورة أو مشاركة الآخرين. أما بخصوص الحدود، الاتفاقيات التي يعني عقدت في السابق هي اتفاقيات بعضها في الدول كانت مستعمرة وبعضها ما بعد الاستغلال، ولكن قمة الاتحاد الأفريقي في العام 1963 التي عقدت في أديس أبابا نفسها نصل على قبول الحدود الموروثة من الاستعمار، مع إعطاء بعض الدول الدخول في مفاوضات حول بعض النزاعات الحدودية. يعني أثيوبيا تنكر القرار الذي أقرته نفسها في العام 1963، أي أقر كل الحدود الموروثة، وبالتالي حدود السودان مع أثيوبيا ليست حدود يعني متنازع عليها، هي حدود واضحة وهي أوضح حدود في القارة الإفريقية، والمناطق التي تم استردادها هي مناطق سودانية، ليس خلاف حولها، ولكن الجانب الأثيوبي كما ذكرت يريد أن يضع سياسة الأمر الواقع، وهذا الأمر طبعا غير مقبول بالنسبة للحكومة السودانية والشعب السوداني. يجب أن يكون وضحت هذه النقطة أستاذ محمد. دعني أتحول معك إلى نقطة أخرى، ربما الجانب الأثيوبي دائما يصر على التمسك بالوساطة الأفريقية، وهذه الوساطة التي لم تنجح حتى الآن. اليوم إذن رئيس الإريتريا سياس أفورقي في الخرطوم، وربما هذه الأزمات في صلب المحادثات، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الزيارة؟ ونحن نعلم هناك تداخل في لبعض التنظيمات الإريترية الأمهرية تحديدا في مسألة الحدود. معلوم في كل وساطة هي مبنية على قوة وتأثير ونفوذ الوسيط نفسه. في تقديري وساطة الاتحاد الأفريقي لفترة طويلة يعني لم تحرك الملف، خاصة عندما كانت جنوب أفريقيا والآن تولت الكونغو رئاسة الاتحاد الأفريقي، وبدأت جهود كبيرة. يعني سمعنا من تصريحات الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، قال أنه سوف يقوم بجولة إلى الدول الثلاث ويتحرك لمنع فتيل الأزمة ما بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا. زيارة الرئيس الإريتري سياسي أفورجي للخرطوم اليوم تأتي في هذا الإطار، في دفع الأطراف للوصول إلى اتفاق ملزم، وكذلك
نزع فتيل أي توتر قد يحدث بشأن صدمة النهضة الأفريقي. وبالتالي هنالك الكثير من المحاولات داخل البيت الأفريقي، حتى الآن لا حديث حول يعني تدوير القضية أو غيرها، لا تزال هنالك فرصة للاتحاد الأفريقي للعب دور أكبر، ولكن الدور الأفريقي لا زال هو بطيء وأقل مما كان مطلوب، ويبدو أنه غير مؤثر حتى الآن ولم يؤدي إلى أي نتيجة. أستاذ محمد، هذا الإصرار الأثيوبي على الوساطة الأفريقية رغم فشلها حتى الآن، هناك الآن زيارة لجيفري فيلتمان الأيام المقبلة، وساطة أمريكية جديدة، هل يعني أن أديس أبابا ترفض هذه الوساطة الأمريكية؟ طبعا هي أكدت أديس أبابا أنها ترفض الرباعية الدولية التي دعا لها السودان، تضم كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة. وهذه الرباعية طبعا الغريب أنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعا وزراء خارجية والري في الدول الثلاث إلى واشنطن، وكان هنالك لقاء، ولم ترفض أثيوبيا في ذلك الوقت الدعوة، ولكن الآن ترفض الوساطة وترفض الرباعية. هذا موقف غريب ومتناقض من الجانب الأثيوبي، لكن مؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلعب دور كبير في دخولها مع الجانب الأثيوبي، خاصة أن هذه المنطقة أصبحت تعاني من الكثير من التوترات، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يعني تفتح جبهة أخرى، وخاصة أن هنالك العديد من الأزمات فيما يتعلق بتجارة الحدود وكذلك التجارة بالمخدرات وغيرها، وهي منطقة تعاني من هشاشة أمنية وكذلك تثير قلق الإدارة الأمريكية. نعم. لكن نتوقع أيضا أن يضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أعلى مستوى، معلوم بأن الرؤساء الأمريكيين لا يتخذون القرارات الرئيسية والمحورية في ولايتهم الأولى، حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما اتخذ القرار كان في آخر ولايته، كذلك الرئيس أوباما، كل الرؤساء الأمريكيين يترددون في اتخاذ القرارات الحاسمة إلا عند قرب الانتخابات أو ولايتهم الثانية. نعم، المحلل السياسي محمد علي فزاري كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.